باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. بنعمه ربنا هنكمل تاملاتنا في رساله بولس الرسول الثانيه الى اهل كرونس. كان المره اللي فات وقفنا عند العدد الثالث من الاصحاح الثالث. هنكمل كده نقرا من عدد 4. بيقول بولس الرسول: ولكن لنا ثقة مثل هذه بالمسيح لدى الله، ليس أننا كفاة من أنفسنا أن نفتكر شيئا كأنه من أنفسنا، بل كفايتنا من الله الذي جعلنا كفاة لأن نكون خدام عهد جديد، لا الحرف بل الروح، لأن الحرف يقتل ولكن الروح يحيي. بولس الرسول بعد ما كان فرحان بكل الأخبار اللي فاتت في الإصحاحات اللي فاتت وبيشكر ربنا عليها زي ما تقلنا المرة اللي فاتت، بيبتدي النهاردة كلامه معانا بكلمة حلوة قوي قوي أعتقد كلنا محتاجينها في حياتنا الروحية. بيقول إيه؟ بيقول في عدد 4: ولكن لنا ثقة مثل هذه بالمسيح لدى الله. لنا ثقة بالمسيح لدى الله. حلو قوي ان الانسان الروحي يكون مسنود على ثقته بربنا، او يكون مسنود على ثقته في ربنا. كلمة الثقة دي كلمة حلوة قوي، معناها ببساطة الايمان بتاعنا. ما هو كلمة أؤمن يعني أثق، حتى في اللغة الإنجليزية كلمة I believe، كلمة I believe معناها أنا بصدق، ومعناها أنا أؤمن، ومعناها أنا أعتقد. فكلمة believe وكلمة trust قريبين قوي من بعض. فبولس الرسول بيبتدي كلامه وبيقول كده: إذ لنا ثقة. لكن يا ترى إحنا اللي بقالنا أيام كتير في الكنيسة وسنين كتير في الكنيسة وبنحضر اجتماعات كتير ولينا خدمة كتير، هل لينا الثقة بتاعة بولس في المسيح ولا لسه شوية؟ ده اللي محتاج سؤال. والحقيقة الواحد يقدر يقيس مدى ثقته في ربنا بأكتر من حاجة. يعني أنا عاوز أعرف أنا درجة ثقتي قد إيه؟ هديكم مؤشر صغير خالص. أنا في الأزمات بيبقى شكلي إيه؟ هل أنا مضطرب ولا ماسك نفسي؟ عايز أقول لكم إن في الأزمات في ناس بتخور تماما، بالرغم إنها موجودة في الكنيسة، وبالرغم إنها ليها صلواتها، وبالرغم إن ليها قداسها، وبالرغم إن ليها علاقاتها، لكن الأزمة محك، الضيقة محك، التجربة محك. ففي ناس بتخور تماما، كانت تعتقد أن لها ثقة في المسيح، لكن تيجي الأزمة ممكن تهزها من جوه، فتكتشف أن ثقتها في ربنا ضعيفة، لدرجة الناس تقول: الله، أمال فين إيمانك؟ فين إيمانك اللي أنت بتتكلم عنه؟ صحيح كلنا في الضعف البشري، وصحيح كلنا بنتهز، لكن الحقيقة في ناس تانية يقول عنها كده داود النبي في المزمور، بيتكلم على الرجل الخائف الرب او الرجل الذي يثق في الرب، يقول في عنه ايه؟ يقول: لا يخشى خبر السوء، قلبه ثابت لا يتزعزع. شوفوا الكلام، لا يخشى خبر السوء مهما كان الخبر. واحد اسمه ايوب جاله خبر صعب قوي ان كل الاموال اللي عنده في ضربة واحدة كلها راحت، لكن يرد يقول كده: الرب أعطى الرب أخذ، فليبقى اسم الرب مبارك. والسؤال هيفضل زي ما هو: يا ترى لنا ثقة في المسيح؟ يا ترى مسنودين على المسيح؟ يا ترى شايفين المسيح ولا لسه؟ يا رب وبنطلب منك النهاردة انك تزود ايماننا فيك وتسمعنا مع الراجل اللي قالك: اؤمن يا رب فاعن عدم ايماني. هل لنا ثقة في المسيح؟ الثقة بالمسيح تزيد بالعشرة وحياة الاختبار.
كل ما الإنسان يعيش مع ربنا وكل ما الإنسان يشوف عمل الله في حياته الثقة تزيد. القديس بوليكاربوس من قديسي القرون الأولى في المسيحية لما ابتدوا يعذبوا فيه ولم يرحموا شيخوخته ولم يرحموا سنه الكبير، الحارس اللي كان بيجرجره علشان يعذبه صعب عليه، قال له قول كلمتين، قول كلمتين انك انت يعني بيعب عليه ان ينكر المسيح، واشتري نفسك، اشتري نفسك من العذاب، اشتري نفسك من الألم، اشتري نفسك من البهدلة. لكن علشان القديس بوليكاربوس كانت له عشرة حقيقية وكانت له ثقة وثبات في المسيح، رد وقال سنين طويلة عمره ما خني فيها. شايفين الثقة ازاي النهاردة انا اتنكر ليه واخونه؟ شوفوا بولس بيقول ايه، لنا ثقة بالمسيح لدى الله، هي دي سر قوة خدمة بولس، له ثقة بالمسيح لدى الله الآب. الإنسان اللي واثق في ربنا مصدر راحة لكل الناس اللي حواليه. في مرة من المرات أعداء شعب الله حصروا أورشليم وكانت نيتهم إبادة الشعب اليهودي تماما، وحصروها ما كانش فيه أكل بيوصل، وبعدين كانت فيه شوية ينابيع مية كده عاملة أنهار صغيرة هي اللي بتسقي المدينة. فالقائد اللي اسمه أليفانا وهو بيتمشى قال عشان نزل الشعب ده نقطع عنهم المية فيوم ولا اتنين يستسلموا، وقطعوا المية وابتدت مدينة أورشليم تعطش تماما، يعني ما كانش فيه أكل، ودلوقتي ما بقاش فيه أكل ولا إيه، ممكن الإنسان يستحمل الجوع شوية لكن المية تتعب الإنسان أكتر. فاتقطعت المية. حاجة عجيبة قوي ان جم كل شيوخ شعب بني اسرائيل وحطوا مهلة لربنا، قالوا له يا رب في مدى كذا يوم خمس ايام لو انت ما حلتش المشكلة من عندك احنا هنروح ونستسلم. وتوجد انسانة اسمها يهوديت. الانسان اللي اسمها يهوديت تجيب كل الكهنة وتجيب كل الشيوخ وتوبخهم تقول لهم انتوا اللي تحطوا مواعيد لربنا، انتوا اللي تحددوا لربنا امتى يشتغل وامتى ما يشتغلش. شوفوا بقى مصدر قوتها، ان كانت لها ثقة بالمسيح، وتبتدي تحط لهم خطة ان هي هتطلع برا المدينة. احنا مش داخلين في قصة يهوديت قوي، لكن ازاي هي صارت مصدر راحة لكل شعبها انها خرجت وكلها ثقة في المسيح، ان هذا أليفانا الرجل الجبار اللي وراه جيوش جرارة بالاف وعشرات الالاف ومئات الالوف ربنا هيسقطه في يدها وتنجح خطتها وتستطيع ان تقتله وتقطع رأسه. انسانة ليها ثقة في المسيح. ارجع تاني واقول لكم الاية اللي في المزمور 111 بتقول لا يخشى خبر السوء قلبه ثابت، ويكررها تانية قلبه ثابت لا يتزعزع. ده مين ده؟ ده اللي ليه ثقة في المسيح. الثقة تختبر بالأزمة، الثقة أساسها العشرة، الثقة هي مصدر راحة لكون تقعد مع إنسان روحي كده وانت مضطرب ومتلخبط ومهموم، بس هو إنسان له ثقة في المسيح، تحكي له مشكلتك تطلع كلمة واحدة صدقوني من بقه يقولك اطمن يا فلان ربنا موجود، تحس ان في سلام نزل على قلبك. هم دول الناس اللي واثقه في المسيح، هي دي الناس اللي ليها ثقه في المسيح لدى الله الاب. طب يعني ايه نفهم بقى حته كده صعبه، بيقول ايه لنا ثقه بالمسيح لدى الاب. هو مش المسيح هو لدى الله؟ هو مش المسيح هو الله؟ اه المسيح هو الله. طب يعني معناها ايه الكلمه دي؟ لنا ثقه بدم المسيح، او لنا ثقة بدم الابن اللي هيدينا قبول دائم امام الاب. لنا ثقة بالدم في المسيح اللي هيدينا كل قبول لدى الاب. نشوف العدد اللي بعد كده بيقول فيه ايه بولس الرسول في عدد 5، بيقول ليس اننا كفاة من انفسنا ان نفتكر شيئا كأنه من انفسنا، بل كفايتنا من الله الذي جعلنا كفاء أن نكون خدام عهد جديد. في عدد 5 برضو مفهوم حلو قوي ما نقدرش نسيبه كده، بيقول ليس
كفاة من أنفسك. كفاء يعني أهلا أو مؤهلين أو عندنا الكفاءة أو أصحاب خبرة يعني. فبيقول إحنا مش كفايتنا من نفسنا بل كفايتنا من الله. طب إيه الكلام ده معناه؟ معناه بيلفت نظرنا لمشكلة روحية خطيرة قوي يتعرض ليها الناس وخاصة الخدام. إزاي؟ في أوقات كتير قوي الإنسان في علاقته مع ربنا أو في خدمته لربنا يعتمد على ذراعه البشرية. فبولس الرسول هنا بيقول ليس كفاة من أنفسنا، يعني بالبلدي كده بولس بيقول يا جماعة احنا ولا حاجة، لكن مصدر كل قوتنا ربنا اللي أوكلنا على خدمته. بولس الرسول اللي المسيح ظهر له في صحراء العربية، بولس الرسول اللي المسيح سلمه الأفخارستية لوحده، يعني المسيح سلم 12 تلميذ الأفخارستية وبولس الرسول اداله درس خصوصي لوحده اداله أفخارستية، بولس الرسول الذي اختطف الى السماء الثالثة يعني وكده شاف ما لم تره عين ولم تسمع به اذن، مش كل واحد حصل معاه كده الحقيقة. بولس الرسول ده بيقول ليس لنا كفاة من انفسنا، يعني احنا ولا حاجة. شوفوا الاتزان في الخادم المتضع لما يتكلم عن خدمته، يقول انا ولا حاجة، انا ما انا، امال انت مين؟ لا ده المسيح العامل فيا. بولس الرسول لما جه يتكلم على ظهورات المسيح بعد القيامة يقول ظهر لفلان وظهر لعلان وظهر لأكثر من 500 أخ، وفي الآخر خالص ظهر لي أنا السقط. يتكلم عن الخطاة فيقول الخطاة الذين أولهم أنا. والعجب العجاب إن نلاقي ناس بتخدم معانا وكل كلامه يقول أنا عمل، انا دبرت. الحقيقة اليوم الروحي ده كان هيبوظ لولا ان انا لحقتهم في اخر وقت، اصل انا لما بغيب عن الخدمة الدنيا كلها بتتلخبط كأنه صار هو المسيح محور الكنيسة اللي شايل الكنيسة وشايل الخدمة. بولس الرسول يقول ليس لنا كفاء من نحو انفسنا، واحنا نقول احنا الكل في الكل. واضح ان احنا لسه ما تعلمناش او محتاجين ان احنا نتعلم اكتر. اسوأ حاجة ان الانسان يفتخر بالموهبة اللي ربنا ادهاله كأنها ملك خاص بيه وناس ان ربنا اللي مدهاله. زي انا هتخيل طفل صغير كده بابا عنده ساعة غالية قوي، فقال له يا بابا ممكن البس الساعة دي كده فرجها لاصحابي؟ قال له البسها واخر النهار هتاس. فاخد الساعة دي وبعد ما البسها عمل ايه؟ ابتدى يدعي انها ساعته وابتدى يفتخر بما ليس له. أهي الموهبة اللي ربنا ادهلنا في الكنيسة، كل واحد فينا ليه موهبة غير التانية، ودي حكمة ربنا ان احنا كلنا نكمل بعض. لكن أسوأ ما بيقع فيه البشر الغيرة والكبرياء، فكل انسان يمتدح موهبته على حساب موهبة الآخرين او يكون شايف نفسه في الخدمة او في الكنيسة او في بيته على مستوى أسرته افضل من الناس التانية. نقول له ارجع لكورنثوس الثانية الإصحاح الثالث عدد 5 واقرأ بولس الرسول بيقول ليس كفاة من أنفسنا كأنه من أنفسنا بل كفايتنا من الله، يعني الله هو اللي ادانا كل حاجة. وعلشان كده اللي عاوز يفتخر الآية بتقول له ايه؟ فليفتخر بمين؟ بالرب. ما نفتخرش إلا بربنا. يبقى بولس الرسول بيعلمنا حاجات كتيرة قوي. افتكر هنا موقف كان مرة قاله قداسة البابا شنودة، بيقول ايه؟ بيقول انا لما بقرأ سير القديسين، لما بقرأ سير القديسين، اصل ابونا البطرك ده طبعا بيجيله مديح كتير قوي، فهو عشان انسان روحاني بيعدل نفسه وبيظبط نفسه قصاد المديح ده. فيقول لما يعني بيقرأ سير القديسين انطونيوس ابو مقارة الأنبا شوي يقول لنفسه كلمة يرد بيها على كل المديح اللي بيجيله، يقول ايه؟ لسه بدري قوي، لسه بدري قوي. لكن احنا اوقات يجيلنا مديح ونصدقه، ويكون هناك مديح بنشحته ونطلب ونتمنى ان احنا يكون عندنا هذا المديح، وكأننا نريد ان الموهبة دي ننسبها لمين؟ لنفسنا.
كأننا بنسرق حق رب حق ربنا. يعني بدل ما أكون بشكر ربنا على الموهبة وانسب له المجد، باخد المجد ده لمين؟ نفسي، واقول انا وانا وانا. بولس ما كانش كده، ويا ريت نتعلم من بولس ازاي نكون زيه. عدد 6 برضه بنقراه مع بعض: الذي جعلنا كفاة لان نكون خدام عهد جديد، لا الحرف بل الروح، لان الحرف يقتل ولكن الروح يحيي. الايه دي في منتهى الخطوره. ليه الآية دي في منتهى الخطورة؟ لأن في ناس بتستخدمها الحقيقة مش في مكانها. الأول نشرحها إيه هي، وبعدين نشوف مكانها إيه زي ما سلمت لنا الكنيسة. بولس الرسول هنا بيتكلم الأول على الخدمة أو على التعليم اليهودية اللي كان بيعلمها الكهنة والكتبة والفريسيين، إن هم كانوا حرفيين جدا في التعليم بتاعهم. يبقى الخدمة بتاعتهم كانت خدمة ايه؟ حرفية. لكن خدمة العهد الجديد خدمة ايه؟ روحية. فهو عاوز يعمل مقارنة بين خدمة الحرف وخدمة الايه؟ الروح. اليهود الحقيقة بلغوا قوي في التمسك بالوصية، لدرجة ان هم وصلوا الحرفية ربنا ما كانش عاوزها، فقتلوا الروح والعمق اللي في الوصية. وعشان كده المسيح جه في العهد الجديد يجدد لهم المفاهيم، قال لهم خلي بالكم، هو السبت من اجل الانسان ولا الانسان من اجل السبت؟ واخدين بالكم؟ يعني ابتدى يعيد روحانه الوصيه، ابتدى يعيد العمق اللي في الوصيه اللي تاه من الناس بسبب الحرفيه بتاعتهم. احكي لكم امثله على اليهود قد ايه كانوا حرفيين. على سبيل المثال، حتى اليهود اللي كانوا عايشين في مصر من 50 سنة و60 سنة كان عندهم نظام عجيب قوي اللي كانوا جيران لليهود يعرفوه، ان هم كانوا يولعوا النور يوم الجمعة العصر. ليه؟ عشان لما يجي يوم السبت ما يطفوش الكوبس. قال يعني حط الزرار بالصباع على الزرار، هي دي اللي هتخليه يكسر السبت. تتصوروا في التقليد اليهودي زمان كان عندهم تعليم وتعاليم كثيرة جدا يقولها حكماء او حاخامات اليهود. يقولوا ايه؟ انتوا عارفين الصوف لما بيتجز بيبقى لونه ما بين الابيض والكريمي كده. الصوف عشان يتعمل قماش او يتعمل اصواف لازم يتصبغ. فيقول لك لما تيجي، انا هقراها لكم هم كاتبين ايه، بيقول لك لما تيجي تصبغ الصوف حطه يا يوم حد يا اتنين يا تلات في الصبغه. ليه؟ لان الصوف بياخد 4 ايام عشان يتصبغ، فلما تحط يوم الحد هيفضل يتصبغ 1 2 3 4، ولو حطيته يوم 2 هيفضل يتصبغ 2 3 4 5، ولو حطيته يوم 3 هيبقى 3 4 5 جمعة. اوعى تحطه في الصبغه يوم الاربع. ليه؟ لو حطيت الصوف في الصبغه يوم الاربع معناه انه هيفضل يشرب من لون الصبغه يوم الاربع والخميس والجمعة والسبت. ولو الصوف شرب الصبغة، ده انت نقعه ما بتعملش حاجة، لو الصوف شرب الصبغة يوم السبت يبقى انت عملت عملا وصرت كاسرا لوسيط السبت. شوفوا الحرفية وصلت قد ايه. وصلت الحرفية ان زوروا الوصية، زوروا الوصية. طبعا ربنا قال ان لازم تكون فيه وصية عشور ولازم يكون الناس بتدفع عشور، فجي المسيح وبخهم انه وصلوا بالحرف وقتلوا الروح، لدرجة ان المعلمين بتاعهم قالوا تعليم عجيب قوي، ان حتى لو ابوك الجسدي وامك الجسدي كانوا محتاجين من خيرك المادي، انت في حل انك ما تدهمش واصرخ وقول قربانا قربانا، يعني دي عشور طلع للمذبح. فين الوصية اللي قالها المسيح؟ فين اريد رحمة لا ذبيحة؟ فعلشان كده الاول بولس الرسول بيتكلم على الكلام التطبيق الغلط بتاعه. ايه هو التطبيق الغلط؟ ان هم تمسكوا بالحرف فقتلوا الوصية. اما الخطورة دي في ايه بقى؟ الخطورة في العكس الحقيقة، ان في ناس كتير قوي تيجي تقول في تفسير الاية دي ان الحرف يقتل ولكن الروح يحيي، تعطي لنفسها مجالا وفسحة من التصرف والسلوك بحيث انها تكسر نفس وصية ربنا. ربنا لما قال اريد رحمة لا ذبيحة، قال انا بحاوزك تحافظ على الوصية
وعاوزك تطبق الوصية، لأن الوصية اتحطت علشان نجاهد فيها ونطبقها، بس افهم المعنى الروحي اللي فيها. يعني من لطمك على خدك الأيمن أو قادر له الآخر، دي معناها إيه؟ معناها إيه؟ معناها أن يكون عندك تسامح. من طلب منك الثوب اترك له الرداء، معناها إيه؟ أن يكون عندك حب العطاء. تنمو فيها قد إيه؟ بالتدريج، وتفرق من إنسان لإنسان، ومع الوقت هنوصل. واخدين بالكم؟ ده معناها الحرف يقتل، لأن في أوقات كتيرة قوي الواحد مش هيقدر يوصل لكمال الوصية من أول ما ابتدى ينفذها. ده اللي بيقوله بولس الرسول. لكن الحقيقة مش معنى كده أن الإنسان يعمل اللي هو عايزه ويقول لك الحرف يقتل. طيب ناخد أمثلة تطبيقية، إزاي الكنيسة في العهد الجديد بتطبق وصية المسيح بمنتهى الفهم الروحي وبمنتهى الأبوة الروحية، ومع هذا لا تتنازل. هناخد حاجة من نظام الكنيسة. الكنيسة حطت في مجمعها أو مجامعها إن الشعب لابد أن يصوم على الأقل 9 ساعات قبل مين؟ قبل التناول. يبقى ده نظام. نظام. طيب لو في واحد بياخد أنتي بيوتيك ولازم ياخد أنتي بيوتيك كل 6 ساعات، نناوله ولا ما نناولوش؟ نناوله. لو إنسان بياخد أدوية أكتر من كده ويحتاج مع الدواء إنه ياكل ويمكن ما يقدرش يصوم إلا 2 ساعة قبل القداس، نناوله ولا ما نناولوش؟ نناوله. خليكم معايا. يبقى هنا بنطبق الوصية بإيه؟ بمرونة. ده أنا الكنيسة حتى نظام تاني، إن يا جماعة لازم نحضر القداس من أوله، وكاستثناء وكنوع من التبسيط والتسهيل آخر حاجة قراية الإنجيل. طيب العيان في بيته ده ومش قادر يتحرك ومش قادر يجي الكنيسة، بنروح نناوله من غير ما يكون حضر القداس ولا سمع إنجيل القداس ولا لأ؟ يبقى في مرونة، في مرونة في تطبيق الوصية. يبقى في العهد الجديد الكنيسة طبقت وصية المسيح بمفهومها الروحي بحسب ما تتناسب قامة الناس وبحسب ظروف الناس، لكن ما نتنازلش. ازاي؟ جه واحد متهاون يقول يا ابونا اصل كنا في خطوبة مبارح وقعدنا سهرانين لـ4 الصبح بنتعشى وجاي القداس الاولاني يوم الحد. لا يا حبيبي، تعالى تناول الاسبوع الجاي. ليه؟ لان في فرق بين الظروف القهرية وفي فرق بين التهاون. فلو احنا مشينا ورا الآية بتاعت ان الروح يحيي او الحرف يقتل والروح يحيي وفتحناها على اخرها، ممكن جدا انا اتعلم التهاون، ولو قفلناها بقينا عاملين زي الفريسيين واليهود. يبقى الكنيسة بتفسر وصية العهد الجديد بروحانية وبعمق بحسب ظروف الناس. وزي ما قال المسيح، قال قاعدة حلوة قوي، قال افعلوا هذه ولا تتركوا تلك. في الاعداد من 7 لغاية 11، الاعداد من 7 لـ11 كلها فكرة واحدة. هقرأ لكم الاعداد من 7 لـ11 وبعد كده نفكر فيها مع بعض. ثم ان كانت خدمة الموت المنقوشة باحرف في حجارة قد حصلت في مجد، حتى لم يقدر بنو إسرائيل أن ينظروا إلى وجه موسى لسبب مجد وجهه الزائل، فكيف لا تكون بالأولى خدمة الروح في مجد؟ لأنه إن كانت خدمة الدينونة مجدا فبالأولى كثيرا تزيد خدمة البر في مجد، فإن الممجد أيضا لم يمجد من هذا القبيل لسبب المجد الفائق، لأنه إن كان الزائل في مجد فبالأولى كثيرا يكون الدائم في مجد. الحتة دي على بعضها قد تبدو صعبة شوية، لكن أنا خدها حتة حتة لما نفهم إيه اللي يقصده بولس الرسول. الأعداد من 7 لـ11 نقدر نقول عنها إن بولس الرسول صنع مقارنة ما بين العهدين. يبقى بولس الرسول في الأعداد من 7 لـ11 بيعمل إيه؟ بيعمل مقارنة. فاكرين زمان لما كنا بنذاكر في آخر السنة نعمل جداول عشان نفتكر بيها اللي ذاكرناه، فكنا نحط كده جدول نحط فيه حاجة ونحط الصفتين، يعني ايه الفرق بين الأحماض والقلويات مثلا، مثلا ايه الفرق بين آسيا وأفريقيا في الجغرافيا مثلا، أي حاجة، مفيش دماغي حاجة. فنحط كده اسم البلد وهنا مقارنة بين البلد دي والبلد دي،
فهو عمل جدول عاوزينه نتخيله في دماغنا، ان هيقارن ما بين خدمة العهد القديم وخدمة العهد الجديد، ويثبت ان هناك فرق كبير جدا بين خدمة العهد القديم وبين خدمة العهد الجديد، او بين الحياة مع الله في العهد القديم وما بين الحياة مع الله في العهد الجديد، علشان تشوفوا غنى النعمة اللي احنا فيها في العهد الجديد. ناخدهم ايتم ايتم او عنصر عنصر، هو بيقارن فيه ازاي. في عدد سبعة بيقول ايه؟ ثم ان كانت خدمة الموت المنقوشة باحرف في حجارة قد حصلت في مجد. يعني ايه الكلام ده؟ هنا بيتكلم على ايه؟ ايه هي اللي حفرت على حجارة؟ يبقى هنا بيتكلم على وصايا مين؟ العهد القديم. فبيقول اذا كانت خدمة الموت، هنجيلها خدمة الموت دي معناها ايه؟ هنجيلها خدمة الموت معناها، بس نعدي كلمة الموت دلوقتي. اذا كانت خدمة منقوشة باحرف حجارة قد حصلت في مجد، حتى لم يقدر بنو اسرائيل ان ينظروا الى وجه موسى لسبب مجد وجهه الزائل، فكيف لا تكون بالاولى خدمة الروح في مجد؟ يبقى ده اول مقارنة. اول مقارنة ان في خدمتين، خدمة وعبادة العهد القديم كان ليها مجد ولا ما كانش ليها مجد؟ كان ليها مجد، بدليل الجبل اتهز لما نزلت الشريعة، دخان وضباب وحضور إلهي، لدرجة ان بنو اسرائيل اللي كانوا طالعين مع الجبل قالوا لموسى تطلع لوحدك، ونزلوا جري من الخوف، رعب. الأبقى كمان اللي بيدل على مجد العهد القديم، ان موسى النبي علشان تراءى لله وتكلم مع الله نزل وشه منور نور لا تتخيلوه، نور قوي قوي، لدرجة بنو إسرائيل خافوا من مين؟ من موسى، وقالوا له اسمع يا موسى مش هنقدر نبص في وشك، لما تيجي تكلمنا تحط ايه؟ برقع. برقع يعني غطى على الوجه، شال هتحطه، ولما تكلمنا من ورا الشال بصوتك، مش عاوزين نشوف وشك لان خايفين من المجد اللي في وشك. فبولس الرسول بيقول اذا كانت الخدمة الحجارة او العبادة اللي كانت اساسها وصية مكتوبة على حجارة، وكانت هذه الخدمة خدمة موت. يعني ايه خدمة موت؟ يعني ايه خدمة موت؟ ان بالرغم من المجد اللي كان في عبادة العهد القديم، العهد القديم مداش خلاص للانسان، مداش حياة للانسان، مداش ابدية للانسان، فبكل مجد العهد القديم كانت نهايته موتا تموت، كانت نهايته ان الانسان يتاخد ويتحط في الجحيم مهما كانت اعماله كويسة. مستني المجد اللي جاي، مجد المسيح القائم، مجد المسيح الذي سوف يسبي سبيا ويحرر كل الاسرى من الجحيم. فاول مقارنة يقول انتوا حاسين انتوا في ايه ولا مش حاسين؟ اذا كان العهد القديم اللي كان كلام على حجارة ومداش فداء ولا ادى خلاص ولا ادى اي حاجة، كان في مجد، فكان بالحري يكون مجد الحياة. هقرأ لكم الايتين تاني وشوفوا المعنى وصل ولا لا. ثم اذا كانت خدمة الموت المنقوشة باحرف حجارة قد حصلت في مجد، هو ما بينكرش ان العهد القديم كان في مجد، حتى لم يقدر بنو اسرائيل ان ينظروا الى وجه موسى لسبب مجده وجهه الزائل، يعني وش موسى ده كان زائل ولا من زائل، لكن من كتر المجد اللي فيه محدش قدر يبص في وشه. تعالوا نشوفه في المقابل، فكيف لا تكون بالاولى خدمة الروح في مجد؟ يعني ان هون اهم اللي جاي، اللي جه الروح المحيي، دي خدمة كانت موت وخدمة حياة. فإذا كان خدمة الموت كان فيها مجد محدش قدر يبص بسبب المجد ده في وش موسى، أمال خدمة العهد الجديد تبقى شكلها إيه؟ يبقى دي أول مقارنة، بيقارن بين خدمة الحجارة وخدمة الروح، بين خدمة الموت وخدمة الحياة. العنصر الثاني هنلاقيه في عدد 9، لأنه إن كانت خدمة الدينونة مجدا فبالأولى كثيرا تزيد خدمة البر. يبقى كل العهد القديم بكل المجد بتاعه كان يقود للايه؟ للدينونة. طب وخدمة العهد الجديد تقود للايه؟ للبر. يبقى حط في الخانة اللي على اليمين دينونة، وحط في الخانة اللي على الشمال ايه؟ بر. يعني ايه دينونة ويعني ايه بر؟ دينونة يعني الانسان في العهد القديم كده كده محكوم عليه،
كده كده محكوم عليه. ليه؟ لأن الناموس ووصايا موسى كانت تبرز الخطأ للإنسان ولا تعطي له العلاج. فكان الناموس بيقول لك أنت خاطي وأخرتك هلاك، فأنا تعبت. ومع هذا هذه الخدمة كانت خدمة لها مجد، لأن كان فيها الله وكان فيها موسى وكان فيها بهاء وجه موسى. لكن أخرتها كانت دينونة ولا براءة؟ يعني كل العهد القديم انتهى بالمسيح والناس محكوم عليها ولا واخدة البر؟ البر يعني البراءة. يبقى الناموس عمل زي وكيل النيابة. يعني ايه عمل زي وكيل النيابة؟ وضح الخطية وحافظ القانون وطبق القانون على الخطية، والقانون في آية واحدة موتا تموت. فأنا طلعت من العهد القديم حي ولا ميت؟ لو كان الدنيا اتقفلت على العهد القديم والمسيح مجاش، كان الحكم ايه؟ دينونة. شوفوا بقى بيقول لك إذا كان المجد بتاع العهد القديم ما نقدرش ننكره، لكن كانت أخرته دينونة وهلاك، فكان بالحري مجد خدمة العهد الجديد في المسيح اللي ادتنا حكم البراءة، اللي اتشال علينا فيها الحكم، اللي بعد ما كان محكوم علينا في العهد القديم بقينا واخدين حكم البر في دم المسيح في العهد الجديد. فاهمين المقارنة ولا صعبة شوية؟ أعيدها تاني. وصلت؟ هو بيقارن. فأول حاجة قال دي منقوشة في حجر وأخرتها موت. خدمة العهد الجديد أخرتها حياة. تاني عنصر في المقارنة، دي كانت أخرتها دينونة وهلاك، ودي أخرتها بر. في عدد 10 بيعمل مقارنة تانية. فإن الممجد أيضا لم يمجد من هذا القبيل لسبب المجد الفائق. هنا بقى كلام صعب قوي، محتاج حتة ناخده تاني. لأن الممجد لم يمجد من هذا القبيل لسبب المجد الفائق، لأنه إن كان الزائل في مجد فبالأولى كثيرا يكون الدائم في مجد. ناخدها تاني لأن الحتة دي محتاجة تركيز. بيقول فإن الممجد أيضا لم يمجد من هذا القبيل. يعني مين هنا الممجد الذي لم يمجد من هذا القبيل؟ موسى والناموس. يبقى الممجد الأولاني هو موسى ومين؟ والناموس. فبيقول لك إذا كان الممجد عند شعب بني إسرائيل وهو ناموس موسى، ناموس اتسمى بموسى على فكرة، يسموه كده ناموس موسى، وموسى ده أعظم أنبياء العهد القديم. فبيقول لك إذا كان الممجد اللي كان في مجد، ما نقدرش ننكر إن كان في مجد، لم يمجد بهذا المقدار، يعني إيه؟ فإن الممجد أيضا لم يمجد من هذا القبيل. يعني إيه من هذا القبيل؟ يعني بهذا المقدار. يعني مهما كان مجد العهد القديم، مهما كان مجد العهد القديم، لا شيء مقارنة بعهد بمجد العهد الجديد. تعرفين لما بنصلي بنقول ايه؟ ان انبياء وابرارا كثيرين اشتهوا ان يروا ما انتم ترونه ولم يروا، وان يسمعوا ما انتم تسمعونه ولم يسمعوا. عارفين يا جماعة، كل انبياء العهد القديم مع احترامنا لان دول انبياء وقدسين، ما كانش حد فيهم وهو عايش على الارض جواه الروح القدس. كان الروح القدس يحل عليهم وقت النبوة. عندنا في العهد الجديد اصغر طفل عنده 40 يوم او عنده 80 يوم خارج من المعمودية سكن فيه الروح القدس. ايه المجد ده يا رب؟ في العهد القديم حتى موسى، إيليا، أشعياء، أرميا كان الرب معاهم في صحبتهم. ما نقدرش نقلل من هذا المجد إن ربنا كان معاهم في صحبتهم. أنت في العهد الجديد الله بداخلك وليس بجانبك. يعني كانت أعلى كرامة في العهد القديم إيه؟ إن الإنسان يتقال عليه ماشي مع ربنا، ربنا ماشي معاه. في العهد الجديد ربنا بقى جوانا. أنت كل مرة بتتناول بتاخد مين؟ تاخد المسيح ذاته. أبونا بيصرخ يقول أوه تفتكروا أنه رمز. أؤمن 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 وأعترف إلى النفس الأخير أن هذا هو الجسد الحقيقي أخذه من سيدنا. أنت كلكم حافظين. فأنت بتاخد الروح القدس يسكن جواك، بتاخد المسيح داخلك. أي سر عظيم ده!
علشان كده ما فهموهوش الملائكة ولا فهموه أنبياء العهد القديم. يقول عنهم الكتاب المقدس نظروا إلى المواعيد من بعيد وصدقوها وحيوها. كان نفسهم يكونوا في اليوم ده، احنا جوه اليوم ده، هم كان نفسهم. فهو بيقول إذا كان الممجد اللي هو موسى أكبر أنبيائهم، إذا كان الممجد اللي هو الناموس بكل الوصايا بتاعته ما وصلش للدرجة دي، أما احنا في أي مجد؟ انتوا حاسين ولا مش حاسين؟ انتوا بتشكروا ربنا كل يوم على ان كنتم ولاد النعمة وولاد الكنيسة ولا ما بتشكروش؟ انتوا بتشكروا ربنا على نعمة الأفخارستية اللي بقت عندنا؟ بالنسبة لنا اخشى اقول ما بقتش، مش عايز اقول بفعالياتها، لكن عايز اقول من كتر ما اعتدنا عليها بقت روتين. انتوا حاسين يعني ايه واحد بياخد المسيح ويدخله جواه؟ حاسين يعني ايه واحد ماشي بالروح القدس جواه ليل ونهار؟ شوفوا المجد اللي احنا فيه. للأسف للأسف الولاد اللي اتولدوا أغنياء ما بيحسوش ان هم أغنياء. عارفين مين اللي حس انه غني؟ اللي ما كانش غني وبقى غني. ودي مشكلتنا في بعض الأحيان، ان طلعنا لقينا كل حاجة سهلة وكل حاجة متاحة، فمش حاسين بالنعمة زي اللي كان محروم من النعمة وشاف النعمة. يبقى بولس الرسول في الأعداد من 7-10 دخل في مجموعة من المقارنات في عدد 11، لأنه إن كان الزائل في مجد فبالأولى يكون الدائم في مجد. دي آخر مقارنة، بيقول إن مجد العهد القديم كله كان إيه؟ زائل. زائل بإيه؟ بمجيء المسيح. كل مجد العهد القديم زال بمجيء مين؟ المسيح. وأكبر دليل على كده إن أكبر مجد في الأمة اليهودية هو هيكل سليمان، تم تدميره تماما زي ما تنبأ المسيح في سنة 70 ميلادية، لأن انتهى مجد الأمة اليهودية تماما وتشتتت لأنهم لم يقبلوا مجد المسيح. فيبقى آخر عنوان في المقارنة إن مجد العهد القديم كان زائل، أما مجد العهد الجديد فهو إيه؟ دائم إلى انقضاء الدهر. نبتدي ندخل في الجزء من عدد 12، نقرأ مع بعض كده بعد ما خلص المقارنة. فإذ لنا رجاء مثل هذا نستعمل مجاهرة كثيرة. يعني إيه؟ يعني إيه؟ إذ لنا رجاء مثل هذا، خلي بالكوا هو في عدد 4 قال ولكن لنا ثقة. هنا بيجدد نفس الكلام، يعني كلمة رجاء هنا قريبة من كلمة ثقة. بيقول عشان إحنا أخدنا كتير وعندنا كتير ومتكلين على تعليم سليم وصحيح، النتيجة الطبيعية ان هو بيقول لنا مجاهرة. يعني اذا كان احنا معانا حق بقى واحنا عندنا كل المجد، فلنا هذه المجاهرة كثيرة. يعني ايه؟ يعني بكل قوتنا بنكرز ليل ونهار. عارفين مين اللي يقدر يكرز؟ الواثق. عارفين مين اللي يقدر يكرز؟ اللي مالي ايده. بصوا يا جماعه، البياع في حاجه اسمها ماركتنج كده بيدرسوها، حاجه اسمها علم التسويق. في علم التسويق يقول لك البياع مهما كان شاطر اذا ما كانتش السلعه اللي بيبيعها سنداه ما يعرفش يبيع. خليكم معايا، اذا ما كانتش السلعه مالي ايده منها وواثق من امكانياتها بعد شويه هينكشف. فبولس الرسول عمل المقارنة دي كلها بين مجد العهد القديم ومجد العهد الجديد، ونقلنا نقلة قد ايه احنا متمتعين بنعمة عمل الله في العهد الجديد. فبقول عشان كده بقى معانا حق، محدش يقدر يوقفنا، محدش يقدر يوقفنا في البشارة بالمسيح. اذا كنا اخذنا المجد ده كله ازاي نحرم الامم منه؟ لازم نتكلم عنه، لازم نوصله لكل نفس. مش ممكن اللي داء المجد يبقى مبسوط لما يكون شايف الناس اللي حواليه لسه ما دائتهوش. وعشان كده الانسان الروحي الحقيقي لما يحس ان واحد في اسرته او في عيلته الكبيرة لسه ما دائش ولسه بعيد، يبقى قلبه من جوه بيتقطع عليه، عاوز يجاهر، عاوز يقول لكل الناس مع داود النبي ذوقوا وانظروا ما اطيب الرب. عاوز تعرف احنا ليه ما بنكرس؟ عشان لسه مش عارفين حجم الغنى اللي ربنا اداهولنا.
لو احنا واثقين هيكون لنا الرجاء زي بولس الرسول بالظبط. فهيكون لنا الرجاء ان احنا نعمل ايه؟ ان احنا نستعمل مجاهرة كثيرة. يعني ايه مجاهرة كثيرة؟ يعني في كل وقت ليل ونهار شغلتي حاجة واحدة، ان اجاهر بالمسيح فاديا، ان اجاهر بالمسيح مخلصا، ان اجاهر بالمسيح الها. ده شغل الشاغل انا بولس. طب ليه يا بولس احنا ما بنعملش زي ما انت بتعمل؟ هو هيخجل يرد علينا، لكن متهيألي احنا عارفين نرد على نفسنا ان احنا مش شايفين لا المجد اللي اخدناه ولا حاسين بالنعمة اللي احنا فيها، ولا ما وصلناش لسه لعمق التصاق بولس بالمسيح اللي خلاه يعمل كده. عدد 13 نقرأ مع بعض. وليس كما كان موسى يضع برقعا على وجهه لكي لا ينظر بنو إسرائيل إلى نهاية الزائل، بل اغلظت أذهانهم لأنهم حتى اليوم ذلك البرقع نفسه عند قراءة العهد العتيق باق غير منكشف، الذي يبطل في المسيح. لكن حتى اليوم حين يقرأ موسى البرقع موضوع على قلبهم، ولكن عندما يرجع إلى الرب يرفع البرقع. وأما الرب فهو الروح، وحيث روح الرب هناك حرية. الحتة دي علشان نفهمها عايز أشرحها لكم الأول بطريقة لغوية وبعدين نتكلم فيها. خلي بالكم عدد 13 بعديه على طول عدد 16. يعني عاوزين نقرأ الجملة عشان تفهموها، عدد 13 يكون بعديه على طول عدد ايه؟ اكتبوا كده في الهامش الناس اللي بتكتب، عدد 13 وراء عدد 16. عدد 14 و15 جملة اعتراضية، جملة اعتراضية. لو دخلنا 13 14 15 16 مش هنفهم حاجة. علشان نفهمها لازم نفهمها زي ما كتبها بولس الرسول. عدد 13 وراء عدد 16 و13 و14 و15 جملة اعتراضية. هشرح لكم 13 و16 وبعدين اقول لكم ايه هي الجملة الاعتراضية اللي في 14 و15. في 13 بيقول ايه؟ بيرجع كده بيقول وليس كما، عاوز يتكلم على المجد بتاع العهد الجديد اللي احنا فيه. فبيقول وليس كما كان موسى يضع برقعا على وجهه لكي لا ينظر بنو اسرائيل وجهه الى نهاية، الى نهاية الزئل اللي هو وجهه يعني. 16 ولكن عندما يرجع الى الرب يرفع البرقع. الآية 13 بعد 16 بيقول ايه؟ احنا مش زي موسى. موسى في المجد الزائل، في المجد الزائل كان بيحط برقع، مش ده حصل؟ وشعب بني اسرائيل ما كانوش يقدروا يبصوا في وشه من غير الايه؟ البرقع. خلي بالكم ده معنى كده اذا كان الشعب مش قادر يبص في وش موسى، يبقى هل يقدر الشعب يبص في وش ربنا؟ لان المجد اللي كان في وش موسى اساسه مجد التقائه بربنا، يعني زي بالظبط القمر اللي عكس نور الشمس. فاذا ما كنا احنا مش قادرين نبص لنور القمر هنقدر نبص لنور الشمس؟ مش ممكن. فبولس الرسول بيقول الحته دي، بيقول احنا مجدنا اعلى من مجد زمان بكتير قوي. لان انتوا فاكرين كويس قوي ان موسى بيحط ايه على وشه؟ برقع. وما كانش بيشيل البرقع ده الا لما يخش الخيمه، فلما يخش الخيمه هيبقى وشه في وش ربنا، يقدر يشيل البرقع ويتكلم مع الله وجها لوجه. يبقى 13 بعدها ايه؟ 16. حاطط ايتين، ايه وهو بره بيبص للشعب برقع او بيتكلم مع الشعب برقع، وهو جوه الخيمه بيتكلم الشعب من غير ايه؟ برقع. امال ايه حكايه 14 و15؟ عاوزكم تطولوا بالكم عليا دقيقه واحده. بولس الرسول وهو بيتكلم على البرقع في عدد 13 ما فاتهوش اول ما افتكر البرقع انه يخبط في اليهود بكلمتين، لان اليهود هما اللي بيقاوموه، اليهود هما اللي بيعذبوا المسيحيين ويضطهدوهم، اليهود هما اللي مبهدلين الكرازه في كرونسوس وفي كل بلد كان يروحها. زي بالظبط ما انا اتكلم بحكي لكم حكايه، فبقول لكم عارفين لما انا كنت راكب الاتوبيس، بمناسبه الاتوبيس رحت دخلت في حته فرعيه ورحت راجع تاني للحكايه الاصليه، فالحكايه الاصليه هي في 13 و16. لسه بيقارن في المجد، فبيقول لهم خلي بالكم موسى في 13 لما بيشوف الشعب بيشوفه بايه؟
وموسى في 16 لما يخش الخيمة كان يعمل ايه؟ يشيل البرقع. دي اتفهمت؟ بس لما جت لفظ البرقع ما فوتهاش بولس، فادى كلمتين لليهود، قال لهم ايه بقى في عدد 14 و15 الكلمتين اللي وجحهم بيهم؟ بيقول بل اغلظت اذهانهم لانه حتى اليوم ذلك البرقع نفسه عند قراءة العهد العتيق باق غير منكشف الذي يبطل في المسيح. لما هو بيتكلم على موسى، بس لما جت سيرة البرقع قال البرقع ده بيفكرني بمين؟ بيفكرني باليهود اللي لسه حاطين البرقع على قلبهم ولسه بيسمعوا الناموس، الناموس اللي كان كله نبوات عن المسيح والناموس الذي يبطل في المسيح، لكن بسبب البرقع اللي حطه على قلبه مش فاهم حاجة في النبوات اللي بتتكلم عن المسيح. وعشان كده المسيح لما جه وتجسد محدش عرفه ليه؟ أصل هم حاطين برقع وقلوبهم غليظة. فهمتوا بقى القصة ماشية ازاي؟ يعني هو في 13 قال ايه؟ بيحط برقع. في 16 قال انه بيعمل ايه؟ في الوسط راح قال البرقع ده بقى لسه موجود على قلب مين؟ اليهود. وعشان كده هم مش عارفين مين؟ ربنا. لان لو هم عارفين ربنا وشالوا البرقع دول كان يعرفوا ان الناموس غايته المسيح، وان الناموس نهايته المسيح. لغايه دلوقتي بيسمعوا الناموس وبيسمعوا الانبياء وبيسمعوا التفاسير اللي كانت بتتكلم عن المسيح ومش عارفين المسيح لسه جه. يا دي غلاظه قلوبهم. فهمتوا بقى الفكره؟ نشوف كده عدد 15 بيقول ايه. لكن حتى اليوم حين يقرا موسى البرقع موضوع على قلبهم. يبقى في 14 و15 دخل على اليهود ورجع تاني ل 16 يرجع لقصه موسى لما بيخش خيمه الاجتماع. يا ترى الحته دي اتفهمت ولا لسه صعب؟ يبقى 13 بعديها ايه؟ 16 في سياق الكلام 14 و15 نخذ اليهود بكلمتين ما سوتهاش. قال البرقع ده مش كان على وش موسى، البرقع ده على مين؟ على قلبه. والحقيقه اسمحوا لي ان انا بقى بعد كلامنا كلام يعني صعب شويه ناخد حته روحيه لينا احنا. يا ترى يا رب انا في برقع على قلبي ولا ما فيش برقع على قلبي؟ الخوف، كل الخوف ان احنا نكون مش شايفين المسيح لان احنا حاطين برقع على اذهاننا وعلى عينينا وعلى قلوبنا وعلى افكارنا. واحد مش عاوز يسمع صوت ربنا، يبقى صوت ربنا واضح ليه جدا وربنا يبعت له بدل الرسالة اتنين من اجل خلاص نفسه، لكن للأسف يكون حاطط برقع على عينه. ولما يحط برقع على عينه مش هيشوف المسيح. انا خايف يا رب انك تكون بتنادي عليا كتير، انا خايف يا رب انك تكون بتبعت لي انذارات كتيرة، انا خايف يا رب تكون بتتحايل عليا كتير، بس البرقع على قلبي خلى قلبي غليظ فمش قادر اسمع صوتك. ناس تانية البرقع بالنسبة لهم خطية بيحبوها ومش عاوزين يسبوها. يقولك احنا مش شايفين ربنا في حياتنا، ولما بنصلي مش حاسين ان احنا بنتكلم مع ربنا في حياتنا. ليه مش حاسس وليه مش شايف؟ اسأل نفسك، اسأل نفسك عن البرقع اللي معطلك على انك تشوف المسيح او تسمع المسيح، لانه ممكن البرقع ده يكون خطية زلاني واسراني، او انا اكون حبيبها ومش عاوز اسيبها، وطول ما هي معايا مش هقدر اشوف ربنا. البرقع ده عند ناس تانية ممكن يكون كبرياء، انسان متكبر، انسان حاسس بعظمته، انسان حاسس انه حاجه كبيره قوي، والله لا يتعامل مع المتكبر القلب. دي الايه بتقول اصعب كده، ان الله يقاوم مين؟ المستكبرين. تفتكروا انسان متكبر او انسان يمدح نفسه او انسان ذاته عاليه ممكن يشوف ربنا؟ ده يبقى البرقع بتاعه سميك سميك سميك، مش ممكن يشوف اي حاجه ولا يسمع اي حاجه. لازم يا احبائي كل واحد فينا يفحص نفسه لحسن يكون في برقع هو مش دريان بيه، يحجب رؤيه الله ويحجب رؤيه سمع الله في حياته. ناس تانيه البرقع بتاعها عباره عن قساوه قلب،
يبقى قلبه قاسي، قلبه متحجر. وعشان كده الآية بتقول ومتى سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. في قلب قاسي، قلب تترجاء، قلب تبكي قصاده وتقول له قد ايه المسيح بيحبك ومستنيك. وفي قساوة وغباوة البرقع يبقى تقيل قوي والإنسان يرفض ويظل يرفض، وممكن فرصة النجاة تعدي ويكون حكم على نفسه بالهلاك لأنه ما فكرش اللحظة واحدة إن يرفع البرقع من على عينيه علشان يشوف ربنا يسوع المسيح. يا ترى يا رب في كم برقع في حياتي؟ هو برقع واحد ولا اتنين ولا تلاتة؟ أنا مش عارف، لكن أنا هصلي لك يا رب وأقول لك حتى لو ما كنتش أنا قادر أشيله تعال شيله أنت. ما أنا غلبان، ما أنا خايف، ما أنا خايف يكون فيا كل اللي فات ده ومش عارف أعمل إيه. صلوا ان ربنا يكشف لنا الحاجات اللي جوانا اللي معطلانا شبه برقع بتخلينا ما نشوفش وجه الله. علشان ننهي الاصحاح اخر ايتين كده نقولهم، واما الرب فهو الروح وحيث روح الرب هناك حرية. يكمل ويقول ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف. يعني هو بقى بيتكلم على مجد العهد الجديد، الناس اللي ضاقت النعمة، الناس اللي ثابتة في الكنيسة، الناس اللي عارفة خدت ايه في العهد الجديد فابتدت تعمل ايه، تشيل البرقع. فلما شلنا البرقع في العهد الجديد بقينا ناظرين الله ايه، وجها لوجه. لكن شعب بني اسرائيل لسه حاطط الايه، البرقع، وعشان كده مش قادرين يشوفوا مين، المسيح المخلص. نتغير الى تلك الصورة في عينها من مجد الى مجد كما من الرب الروح. وعلشان الله روح واحنا يسكننا الروح، فمن خلال اتصالنا بربنا، مش ربنا روح بسيط واحنا جوانا الروح القدس، يعني اللي جوانا مين؟ الله. يبقى بما اننا ربنا مش برايا وربنا جوايا، يبقى الروح اللي جوايا بيحاول يغيرني من مجد الى مجد كما من الرب الروح. يعني الروح اللي هو الروح القدس متصل بالله لان هو الله، فبيعمل عملية تغيير يوم بعد يوم. بس برضو عايزين نفهمها يعني ايه من مجد الى مجد. كلمة من مجد الى مجد معناها من استعلان الى استعلان. يعني ايه من استعلان الى استعلان؟ يعني طول ما انت عايش مع ربنا والبرقع متشال، كل يوم هتشوف ربنا بوضوح وبعمق اكتر من يوم اللي قبليه. احد الاباء حب يفسر لنا كده يعني ايه من مجد الى مجد. يقول الإنسان وهو بعيد ربنا، بعيد عن ربنا، عامل زي المية الساقعة. يعني أنا هفترض إن إحنا هنجيب براد هنحط فيه مية عشان نعمل مية سخنة يعني، وحطيناه على شعلة. الروح القدس ده شغلته إيه؟ روح ناري. فالإنسان لما يكون بارد أو حاطط البرقع ومش شايف ربنا ومش حاسس بالروح اللي جواه، هيفضل بارد ولا مش هيفضل بارد؟ هيفضل بارد. قربه من الروح الحي الوجه المكشوف ان ابتدى يشوف ربنا، هيبص يلاقي الروح اللي جواه عامل زي الميه الساقعه لما اتحطت من ايه، من السقوعيه بتاعتها على النار او شعله صغيره، حتى لو كانت شمعه صغيره. اللي هيحصل بعد شويه وقت ايه اللي هيحصل؟ من ساقعه هنقول ايه، بقت فتره درجه في المجد، ومن فترة لدافية درجة في المجد، ومن دافية لسخنة درجة في المجد، ومن سخنة لبتغلي درجة كبيرة قوي في المجد. يبقى بولس عاوز يقول لنا كده، كلنا كده، كل ما تقرب من ربنا وكل ما البراقع او البراقيع، مش عارف برقع جماعة هي سامحوني اي حاجة مش هنختلف، كل ما البراقع دي تقع هشوف ربنا اكتر وهقرب من النار اكتر. فجوايا وانا على الارض هنا وانا على الارض هشوف ربنا اكتر. وعشان كده الانسان الروحي غير الانسان غير الروحي بايه؟ الانسان الغير روحي لما تحصل معاه معجزه يقول لك صدفه، لانه مش شايف مين؟ ربنا، لانه مركب ايه؟ برقع. لكن الانسان الروحي بيتلمس ويتحسس ويعلم تماما يعني ايه صدفه ويعني ايه بايد ربنا
وحاسسها كويس قوي وشايف ربنا، يبقى اللي بره مش شايف لكن انا شايف. طب شفت نتيجة ايه؟ شفت نتيجة ان انا قربت لربنا، فلما قربت من ربنا وعرفت ربنا ابتديت اتغير من بارد لفاتر لدافي لسخن لكل حاجة. وعلشان كده مفيش نمو في الحياة الروحية من غير علاقة حقيقية مع ربنا يسوع المسيح، من غير الاستجابة لسكن الروح القدس اللي جوايا، من غير ان انا اشيل برقع الخطية او برقع القساوة او برقع الخطية المحبوبة او برقع اي كبرياء. احنا عندنا حاجات كتيرة قوي